السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسين الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الدرس الثاني للصف الأول للإعدادي بعنوان التحول الرقمي وأهميته في حياتنا اليومية. إيه هو مفهوم التحول الرقمي؟ طيب إيه هي الفوائد اللي هتعود علينا من التحول الرقمي؟ إيه هو دور مصر في التحول الرقمي؟ إيه هو الربط ما بين التحول الرقمي اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن وتكنولوجيا جرين أو التكنولوجيا الخضراء جرين تكنولوجي؟ يلا بينا نبدأ نتعرف على التحول الرقمي. ايه هو مفهوم التحول الرقمي؟ كلمة تحول رقمي او ديجيتال ترانسفورميشن معناها دمج التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة. يعني احنا عاوزين ندخل التكنولوجيا في الالعاب، في العمل، في الخدمات، في كل النواحي الحياة. وبالتالي هو دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل. ليه؟ لتحسين كفاءة سير العمل، خفض التكاليف زي ما هنشوف دلوقتي، وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة. ما هي أهمية التحول الرقمي؟ إيه الأهمية اللي هتخلينا ندمج أو إن احنا نروح لعملية التكنولوجيا بدل الجانب اليدوي أو التقليدي اللي احنا كنا شغالين عليه؟ رقم واحد، زيادة الكفاءة والإنتاج من خلال تحسين سير العمل أو الشغل يعني، وبالتالي هيقلل الأخطاء الموجودة اللي هو الشغل التكنولوجي، وبالتالي هيوفر لي وقت وجهد، ده كله هيوفر لي المال. طيب الخدمات، رفع مستوى الخدمات والمنتجات. لما انت تحسن وتعمل كفاءه، وبالتالي الخدمه اللي هتوصل للعملاء هتبقى افضل، وبالتالي العملاء هتبلغ بعضها، فهيعمل زياده المبيعات والايرادات من خلال فتح اسواق جديده وعملاء جدد. انت هتبقى بدل ما معتمد على 2-3، لا ده انت هيبدا ينعرض وكلام من ده، فهيبدا يوصل لايه؟ لمستويات، وبالتالي هيبقى في قدره تنافسيه. وبالتالي كمان من الاهميه الابتكار، كل مره هتبدا ان انت تحسن في المنتجات، تجيب منتجات جديده مع ان هي تكون جيده. طيب لما انت تعمل كده هتحافظ على القدرة التنافسية من خلال مواكبة الحاجات الجديدة الاول باول، اللي هو التطورات الحديثة او التطورات التكنولوجية. طيب وبالتالي ان انت في ضيق المعلومات اللي هتحصل عليها من التكنولوجيا، هتبدأ ان انت تتخذ القرار المستند او القرار المناسب. بيجي لك بيانات ويقول لك ان الناس عاوزة تشتري مثلا منتج معين، او المنتج اللي احنا بنشتغل عليه في تحسين في حاجة معينة، الشركات عملت، فانت هتبدأ ان انت تحسن عشان تبدا ان انت تحافظ على القدره التنافسيه. طيب وبالتالي كمان من الاهميات بتاعتي ان احنا لما نعمل ده كله هنقلل استخدام الطاقه والموارد. طبعا احنا بنحاول ان احنا نكون جرين تكنولوجي. طيب وبالتالي هنعمل فرص عمل. طب فرص عمل اجت ازاي ديت بقى؟ ايوه، ما احنا بنتكلم على تحول تكنولوجي، وبنتكلم على ان احنا هندخل على الانترنت، وبنتكلم على برمجه وذكاء اصطناعي، وبنتكلم على تعلم الي والكلام ده كله، وامن سيبراني، وبالتالي ده كله هيوفر لي فرص عمل مش كانت موجوده اصلا قبل كده. ايه هو دور مصر في التحول الرقمي؟ طبعا مصر تبنت التحول الرقمي كمشروع قومي لدمج التكنولوجيا بتاعتها وتطوير الخدمات بهدف ان المواطنين يحصلوا على الخدمات بطريقه اسهل واسرع. تمام؟ وبالتالي هنا ربط جميع الجهات الحكوميه من خلال بيئه المعلومات. يمكن المواطن الحصول على جميع الخدمات من خلال الانترنت او تطبيقات الموبايل بشكل اسهل واسرع. انت قاعد هتقدر توصل. طبعا اشهر مثال زي ما هنشوف دلوقتي الامثله بتاعت التحول الرقمي اللي هو هيبقى مصر الرقميه. طيب ايه هي ادوات التحول الرقمي اللي احنا هنشتغل عليها؟ اول اداه عندي ادوات سير العمل، اللي هي اداره سير العمل، تنظيم العمل. تمام؟ زي ما هنشوف دلوقتي مصر الرقميه. طب ادوات الدفع الالكتروني، احنا بدل ما كنا هندفع فلوس بقى يدوي وكلام من ده، وهنشيل مبالغ وممكن يحصل فيها مشكله وسرقه وكلام من ده، لا ده احنا هنتعامل بفيزا ميزه او استبيان او الكلام ده كله. ادوات التعاون والتواصل، عاوزين نعمل اجتماعات وفي مش عارف ايه، طب احنا هنوصل عاوزين نقل وتكاليف ومش عارف، لا ده احنا عندنا الجوجل ميت وعندنا الزوم والكلام ده كله. طيب ادوات التعلم الالكتروني، المنصات والكلام من ده، ادوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي، ادوات الحوسبه والكلاود ورفع الملفات، وبدل ما ان احنا نخزن ملفات وهاردات وفلاشات والكلام ده، لا طيب احنا ده كل هاته على الانترنت. طب ما انت عندك مشاكل على الانترنت كتيره، ممكن يحصل هاكر، فيروس، كلام من ده، في حاجات كتيره ممكن تحصل، في مشاكل، وبالتالي لازم ان انت تدرس الامن السيبراني، ادوات الامن السيبراني. ايه الامن السيبراني ده؟ اللي هو ازاي ان انت تحافظ على روحك وانت موجود على الانترنت، ازاي ان انت تحمي روحك وانت موجود على الانترنت. يلا نبدا نتكلم بشيء من التفصيل عن ادوات التحول الرقمي الموجوده معانا في الدرس. اول اداه معانا من ادوات التحول الرقمي اللي هي ادوات سير العمل، اللي هي تحسين كفاءة المهام بتاعتك بحيث ان انت تقدم الخدمة بافضل شكل ممكن للمواطنين، اللي هي طبعا من خلال منصة مصر الرقمية اللي بتمكنك ان انت تقدر ان انت تطلع بطاقة هوية، بطاقة رقم قومي، دفع فواتيرك، الكلام ده كله من خلال المنزل وانت قاعد في البيت خلال تطبيق الموبايل
او الموقع الالكتروني تقدر تدخل تدفع الحاجات دي كلها اللي انت عاوزها. عايز تخلص خدمتك الحكوميه من خلال او اي خدمه من خلال مصر ايه الرقميه، زي بطاقه التموين مثلا، او ان انت تطلع شهاده ميلاد او رقم القومي، الكلام ده كله. يبقى ادوات سير العمل اللي هي تحسين كفاءه العمليات المهام المتكرره اللي ممكن تطالب كتير، تحديد ايه كفاءه العمليات الحكوميه وتقديم خدمات افضل للمواطنين. طيب دي بالنسبه للسير العمل. طب بالنسبه لبقى للدفع الالكتروني، زي ما قلت انا عندي مثاليه، هي بطاقه الدفع الالكترونيه ميزه، وده هتوفر طريقه سهله ان انت تدفع بيها وامنه، مش هتشيل فلوس وكلام من، وبالتالي هتسهل وتقدر في اي وقت ان انت تستخدمها، بالليل بالنهار في اي وقت انت عاوز. طيب من خلال طبعا ان انت تشتغل من خلال على المواقع، تشتري اونلاين، من خلال ان انت تدفع في مثلا كريدت، من ايا كانت الطريقه اللي انت تشتغل. في عندي كمان تاني وسيله اللي هو تطبيق انستباي. انستباي طبعا ده تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري، عشان يقدر ان انت تستقبل فيه زي المحافظ كده الالكترونيه، وتقدر ان انت حتى تربطه بالمرتب بتاعك، تقدر تدفع فيه خدمات، فواتير الموبايل، فواتير كهرباء، غاز، اي حاجه تقدر ان الحكوميه تقدر ان انت تدفع من خلالها. ممكن ان انت تشتري من خلاله اي حاجه وتبيع والكلام ده كله، تبقى تحويل اموال الكلام ده كله، استقبال النقود، او ان انت تبعت لحد وتستقبل النقود. طيب هنا ديت الايه الرمز بتاع الاستبين. تالت حاجه معانا اللي هي ادوات التعاون والتواصل. احنا عاوزين نعمل اجتماعات، وبالتالي عاوزين طب عاوزين نقعد نشوف بعض، وبالتالي عاوزين فيديو، طب الكلام ده كله، ده كله وفرته برامج الاتصالات الاونلاين اللي هو من خلال الجوجل ميت والزوم. طبعا جوجل ميت من مجموعه الجوجل، هو برنامج مجاني ممكن تنزله، وموجود على الموبايل عادي، تطبيق او موقع ما فيش مشكله. تمام كده يمكن استخدام الاتصال بالاخرين وجها لوجه. ادي الزوم اهوت، ادي مثلا شات اهوت بنقدر نكتب فيه اللي احنا عاوزينه. وهنا طبعا نستخدم كاميرا، نستخدم ميكروفون، هنا الاشخاص، هنا ممكن نبدا كمان ان احنا نعمل تشير للشاشه ونشرح، يعني ممكن بدل ما استخدمه كتعاون وتواصل بس، لا كايه كتعلم كمان. وده هو الايه مجموعه كتير، هي 300 فرد ممكن. طبعا عندي كمان الجوجل ميت اهوت، وده قلنا مجاني من تطبيقات الجوجل، موجود عندك على الموبايل حتى في المجموعه بتاعت جوجل اهوت، تقدر ان احنا نجتمع اجتماع اهوت ونتكلم مع بعض ونشير شاشه ونشرح كل اللي احنا عاوزينه برده من خلاله. يبقى تعاون وتواصل، وممكن نستخدمه كتعليم برضه. طيب ملحوظه مهمه، عشان ادخل على مصر الرقميه، عشان اعمل حسابات على الانستباي الكلام ده كله، ده كل هاته عشان تطلب اي خدمه رقميه، لابد ان انت يكون موجود معاك بريد الكتروني، حساب مثلا على الجيميل، البريد الالكتروني الموحد اللي هو للطالب او للمعلم. المهم ان انت عشان توصل لاي خدمات رقميه، لابد ان انت يكون معاك ايه بريد الكتروني. يبقى لا يشترط الحصول على بريد الكتروني للحصول على الخدمات الالكترونيه، غلط، لابد من وجود بريد الكتروني للحصول على الخدمات الايه الالكترونيه. طيب ايه العلاقه بقى بين الدرس بتاع النهارده اللي هو التحول الرقمي ديجيتال ترانسفورميشن وجرين تكنولوجي الدرس بتاع المره اللي فاتت؟ طبعا هنا هيتكلم من خلال ثلاث نقط، من خلال الاستدامه، من خلال الموارد، من خلال الكفاءه بتاعت استخدام الموارد. طبعا انت بتتكلم في التكنولوجيا الخضراء من الاخر، ان انت عاوز ان انت تقلل الطاقه وتستخدم طاقه نظيفه وتحافظ على طاقه نظيفه، وبالتالي هتحافظ على البيئه. طب التحول الرقمي ما هو نفس الفكره، انت زي ما قلنا من شويه ان انت عشان تستخدم التكنولوجيا، وبالتالي ان انت مش هتستخدم مواصلات، هتقلل الورق والكلام ده كله، انت بتستخدم التكنولوجيا، وبالتالي هتزود الكفاءه بتاعتك، هتقلل اللي هو ثاني اكسيد الكربون، هتستخدم بيئه نظيفه. طيب تعال نبص كده، هنا اول حاجه قال لك اول محور معايا من حيث كفاءه استخدام الموارد. طبعا انت هنا هتعمل تقليل استخدام الموارد الطبيعيه، هتستخدم حاجات بتاثر مش بتاثر على البيئه، وبالتالي بتفيد البيئه، وبالتالي هنا خفض انبعاثات الطاقه الضاره، انت هنا بتستخدم طاقه نظيفه، وبالتالي مفيش ثاني اكسيد الكربون. طيب دعم الاستدامه من خلال حمايه البيئه وتحسين جوده الحياه، انت هنا البيئه خضراء، بيئه نظيفه، وبالتالي هتبقى بيئه ايه جيده للحياه. طيب من التحول الرقمي، هنا انت بتقلل على الخامات، بتقلل الاعتماد على الخام اللي هو الورق وكلام من ده، مش هتجرى، مش هترمي حاجات، ومش هترمي اجلام، مش هترمي ورق بايظ وكلام من ده، مش هترمي احبار الكلام ده كله، وبالتالي هتقلل الايه الهدر. طيب الانبعاثات بقى والضره، ما انت قلت اهوت ان انت مش هتروح وتيجي، فبالتالي هتوفر مواصلات، والمواصلات ديت هتوفر من خلالها كمان اللي هي الايه ثاني اكسيد الكربون والحاجات اللي بتحصل. طب حتى لو انت هتسافر، تمام، رغم ان احنا هنقول دلوقتي ان ممكن بدا ان هو التكنولوجيا النظيفه او التكنولوجيا الخضراء كمان تدخل معانا في التحول الرقمي من خلال المواصلات الذكيه، تمام، فيبقى هنا هتقلل، هتحسن الايه العمليات التجاريه كمان. طيب خفض
بالنسبة للاستدامة خف من خلال تحسين ايه؟ كفاءة استخدام الموارد. لما نحسن استخدام الموارد بتاعتنا هيبقى البيئة نظيفة، وبالتالي هنعمل خفض انبعاثات اللي هي عبارة عن ثاني أكسيد الكربون والحبوب كله، هيعزز الابتكار بتاعنا اللي هو نشوف ايه الأفضل. طب ندخل على مواصلات نظيفة، ندخل مش عارف على ايه، وبالتالي كل ما ده بنعمل الابتكار وبالتالي بنحسن في البيئة بتاعتنا. طيب بعد كده ايه هي الامثله اللي على الربط او الربط بين التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي؟ هو الحاجه الطاقه الذكيه، شبكات الطاقه الذكيه، طاقه بالرياح، بالكهرباء، بالماء، الكلام ده كله. اهي عندي تاني حاجه الزراعه الدقيقه، تالت حاجه المباني الذكيه، التكنولوجيا كلها والتحول الرقمي مع استخدام التكنولوجيا الخضراء برضو عشان تبقى بيئة نظيفة. وكمان ده النقل الذكي، وده اللي كنت بقوله من شوية، ان هو برضه هيقلل من ثاني اكسيد الكربون، هيقلل انبعاثات، هيبقى فيه الاستدامة. طبعا ده الجرين تكنولوجي. المدن الذكية مش بس مباني ولا كده، لا ده مدينة بالكامل، وبالتالي هيقلل ثاني اكسيد الكربون، الانبعاثات، هيعمل جودة حياة افضل. طيب بعد كده ايه هي الفوائد بتاعت دمج او ربط تطبيقات التكنولوجيا بالتحول الرقمي؟ ربط التكنولوجيا الخضراء بالتحول الرقمي. رقم واحد، تسريع عمليه التحول الرقمي. لما نعمل الاثنين عشان الاستدامه طبعا اللي هو وجه المقارنه اللي احنا خدناه، والاستدامه والايه؟ الموارد، تنميه الموارد، تعزيز فعاليه التكنولوجيا الخضراء. عندنا رقم ثلاثة، خلق فرص عمل جديدة. احنا اتكلمنا ان هيبقى في ذكاء اصطناعي، اتكلمنا ان هيبقى في برمجة، اتكلمنا ان في كله، وبالتالي ده كل امن سيبراني، وبالتالي ده كلاته محتاجين ايه؟ وظائف جديدة. تحسين جودة الحياة، لان طبعا انت هتقلل الانبعاثات، وبالتالي هتتكلم على طاقة تكنولوجية او تكنولوجيا خضراء، بتتكلم على بيئة نظيفة ما فيهاش عوادم، ما فيش نفايات، ما فيش الكلام ده كله، تحسين موارد، بالتالي بيئة ايه؟ جيدة للحياة. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تخافش علينا بالاعجاب واشترك معنا في القناه، فعل زر الجرس يصلك منا كل جديد. انتظرونا في الدرس الثالث بعنوان انظمه التشغيل Operating System. بالتوفيق يا شباب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.